مع الوحدات. أول هدف سجلته مع الفريق كان في مرمى الفيصلي كلاسيكو، وأكيد هدف له طعم مختلف. صحيح. احكي لي عن شعورك في هذيك المباراة. هسه بالفترة اللي أنا كنت فيها مع الوحدات، طبعا فضل من الله الحمد لله كانت فترة كثير منيحة، وبس في البداية أنه أنا ما كنت متواجد في التشكيلة الأساسية. ما شاء الله كان موجود طارق خطاب ويزن العرب وبيأدوا ما شاء الله أحسن أداء، يعني إخواني وما شاء الله عليهم كباتة في المنتخب. والفترة يعني هذه كان الله يشافيه كان كابتن طارق خطاب انصاب، وبعدها يعني جتني الفرصة أنه أنا ألعب، والحمد لله رب العالمين كانت بدايتي يعني كثير منيحة. كانت مباراة ضد الفيصلي وسجلت في المباراة وانتهت 1-0. أول هدف إليك؟ أول هدف إلي. خلاك تبدأ بداية جديدة في كرة القدم؟ الحمد لله بداية جديدة، يعني مصالحة إلي لنفسي وللجماهير اللي أنا كنت يعني كانوا يتمنوا مني أكثر من اللي أنا كنت أقدمه. وثاني مباراة كانت مع العقبة سجلت فيها، يعني سجلت المباراة بعدها هدف. سجلت فيها هدف، الهدف الأول، وفعليا كانت بداية رجوع الروح. تسجيل هدف في الكلاسيكو أكيد له تأثير مختلف 100% عن أي شيء، خصوصا لما تفوز 1-0 يعني وكون بهدفك. نعم. الحمد لله رب العالمين. طيب سؤال للكابتن أحمد ثائر، بعد خروجك من الوحدات إيش أكثر شيء افتقدته؟ بصراحة كونك يعني ابن فئات نادي الوحدات، يعني ما كنت لاعب محترف يعني جاي من برا، لا أنت ابن النادي ومن الطفولة خرجت من النادي، أكيد في أشياء افتقدتها. بصراحة افتقدت أشياء، رحت على نادي الحسين يعني بصراحة حس حالي بين أهلي وناسي، بس برضو يعني نادي الأم دائما للاعب بمثل له كثير. يعني أنا شأت فئات نادي الوحدات، ترعرعت من المدرسة الكروية لما وصلت الفريق الأول تقريبا 15-16 سنة، فهذا إشي عز علي. الناس اللي حوالي تعاملي معهم كان تقريبا بشكل يومي، فهذا الإشي فقدته والله يا رب يوفقهم. وإحنا نتمنى لك توفيق كابتن، ما شاء الله عنك. الله يا رب يرضى عنك. ونرجع للكابتن عبد الله، في كمان سؤال، ليش؟ لأنك خسرت. لا مش خسرت لسه، خسرت في المجموعة. المجموعة بالضبط. عشان ما أظني أرجع لك. خلص ولا يهمك. لعبت في أكثر من محطة احترافية في حياتك، أكثر من نادي، بدي تحكي لي عن أفضل قائد أو كابتن فريق لعبت معاه وأثر فيك. طبعا بدايتي كانت أنا في ذات راس. بدايتك أصلا في ذات راس. ذات راس من بوابة ذات راس بالضبط. القائد اللي يعني كنت أتمنى أنا أشوفه، بس شوف تخيل لوين، لعبت جنبه كابتن حاتم عقل. كنت أتمنى تشوفه لقيت حالك تلعب جنبه. وهذا هو القائد، مش بس في النادي، قائد في المنتخب وقائد حاليا والله العظيم كابتن حاتم ما شاء الله بكن له كل الاحترام، الله يحفظه ويوفقه ان شاء الله يا رب. ايش اكثر الاشياء اللي تعلمتها من كابتن حاتم؟ كل شيء، كل شيء هسه انا فيه يعني الحمد لله، يعني كابتن حاتم كان يدرسني دراسه.